ايضا في الطريق للادلاء بصوته على الهواء مباشره. اذا المستشار عمر مروان وزير العدل على الهواء مباشره للادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسيه، ايضا وزير العدل، ومعه ايضا المستشار محمود الشريف. طبعا زي ما حضراتكم بتتابعوا على الهواء مباشره توجه المستشار عمر مروان وزير العدل الى احدى لجان محافظه القاهره او التجمع. طيب، والمستشار عمر مروان وزير العدل في الطريق للادلاء بصوته ايضا في هذه اللحظات. بنتابع مع حضراتكم ايضا عدد من الساده الوزراء وهم يدلوا باصواتهم في المقر اللجان الانتخابيه. هناك حضور كبير جدا من الساده الناخبين في كافه ارجاء الجمهوريه، زي ما حضراتكم بتتابعوا المستشار عمر مروان وزير العدل مع ايضا اعضاء الهيئه القضائيه المشرفين على العمليه الانتخابيه. بنتابع مع حضراتكم ايضا طبعا زي ما بقول لحضراتكم بطاقه الرقم القومي، الاسم في الكشوف الانتخابيه لابد ان يكون الاسم موجودا. زي ما حضراتكم بتشوفوا كده، بنشوف طبعا التوقيع امام الاسم، وبعد ذلك طبعا لابد من بطاقه الرقم القومي، ولابد ان يكون الاسم، ايوه، توقيع ده في الكشوف، ايضا يوقع المستشار عمر مروان في الكشف، وبالتالي بياخد بطاقه ويروح طبعا في المكان المخصص لسريه التصويت، طبعا مكان مخصص للتصويت، توقيع، ثم بعد ذلك بطاقه التصويت باختيار المرشح الذي طبعا اربعه مرشحين زي ما حضراتكم بتشوفوا اهو. ادي البطاقه الانتخابيه فيها المرشحين بالرموز الانتخابيه بتاعتهم، ويتوجه ايضا المستشار عمر مروان على الهواء مباشره للادلاء بصوته. طبعا هنا ما بنبقاش عارفين ان هو ده الانتخابات سريه، وبالتالي ما يبقاش معروف مين، كل واحد انتخب على طول. ادي المستشار عمر مروان وزير العدل ادلى بصوته خلاص، ادي الصندوق، يضع الصوت داخل الصندوق الانتخابي، يبقى بتشوف ادي الصندوق، وانهى المستشار عمر مروان وزير العدل ايضا الادلاء بصوته، ولكن لسه تتبقى مرحله اخرى، الحبر الفوسفوري. الحبر الفوسفوري موجود هنا ولا لا؟ فين الحبر الفوسفوري؟ موجود ولا؟ يتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل ايضا، الحبر الفوسفوري موجود تمام قدامنا اهو، قدامنا اهو زي ما بقول لحضرتك، تمام، ده موجود في كل اللجان، ده جزء من العمليه الانتخابيه، مهم، لازم حبر الفوسفوري، وايضا مهم جدا لكل ناخب واي حد بيروح اي لجنه يكون حريص على الحبر الفوسفوري. المستشار عمر مروان وزير العدل، واللي ربما يكون حالا مع زميلنا هاني نحاس على الهواء مباشره، ربما يكون حالا ايضا المستشار عمر مروان وزير العدل يتحدث مع الزميل هاني النحاس. هاني، طيب زي ما حضراتكم بتتابعوا كده لحظه خروج المستشار عمر مروان وزير العدل من مقر اللجنه الانتخابيه. المستشار عمر مروان معنا والزميل هاني النحاس متابع. عمر مروان وزير العدل، بعد التحيه طبعا مع الوزير، سؤالي الاولاني طبعا ليه حضرتك، كنت كمواطن مصري حريص على الادلاء بصوتك في بدايه مارس الانتخابات الرئاسيه هذا اليوم؟ صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل الشعب المصري في هذه الايام المباركه، الايام المشهوده التي تتم فيها الانتخابات الرئاسيه. هذا السباق استحقاق دستوري واجب وحق لكل مصري. احنا عايزين ان شاء الله في الانتخابات دي، هي ضرتها ايه؟ ضرت اي انتخابات كثافه الحضور. فان شاء الله بندعو كل المصريين الى الحضور والادلاء باصواتهم في على مدار الايام الثلاثه. كل التيسيرات الهيئه الوطنيه للانتخابات اتاحتها ثلاث ايام من 9 صباحا ل 9 مساء، والقاضي كمان موجود لغايه اخر مواطن يكون امامه حتى يدلي بصوته. مش هتيجي الساعه 9 ويقفل، لا، طول ما في مواطن جوه اللجنه القاضي ملتزم بانه ينتهي من اداء المواطن لهذا الصوت، وبعدين بعد كده يقفل بعد انتهاء كل المواطنين اللي موجودين قدام منه. احنا ان شاء الله بنتوقع وبنراهن على وعي الشعب المصري
وانه هيختار من يستطيع ان يقود البلد خلال الفترة القادمة بكل تحدياتها وبكل طموحاتها، وان شاء الله نثق في اختيار الشعب المصري، واللي الشعب هيختاره كلنا هنكون وراه كتلة صلبة واحدة في مواجهة أي تحدي يواجه الدولة إن شاء الله. بقى الوزير، انطباع حضرتك الطابور اللي موجود من العشرات والمئات من المصريين اللي كانوا حريصين موجودين من الساعة 8، احنا موجودين من 8 لأن السادة المواطنين فعلا احنا في الساعة الأولى لبداية السباق الانتخابي، ومع هذا لأول مرة أشوف هذا الحجم من الحضور في هذه الساعة الأولى. كان في العادة يعني بيبقى في الساعات المتتالية، لكن دي من أول مرة أشوفها أن يبقى هذه الكثافة في الساعة الأولى، وده اللي خلانا أقول أن أنا مراهن على وعي الشعب المصري في أن احنا إن شاء الله هنحضر بكثافة لندلي بكلمة قوية للمجتمع الدولي بأننا وراء من سنختاره لقيادة البلد في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا استاذ احمد. كان هذا اللقاء مع سياده المستشار عمر مروان وزير العدل بعد ان قام بالادلاء بصوته في مدرسه فاطمه عنان في التجمع، وتاكيده على توافر جميع الادوات للعمليه الانتخابيه. سعيد كمواطن مصري قبل كونه وزيرا للعدل على بدء الماراثون الانتخابات. بشكرك يا هاني كمان، بشكرك واشكر لنا سياده الوزير انه اختصنا بهذه التصريحات على الهواء مباشره مرة أخرى. كل التحية للمستشار عمر مروان وزير العدل على يعني تصريحاته المهمة معنا بعد الإدلاء بصوته قبل قليل في إحدى لجان محافظة القاهرة في القاهرة الجديدة. ونعود مرة أخرى إلى النائب محمد.